نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع مع ضيفنا من لندن القيادي بالجبهة الوطنية العريضة السيد هشام أبو ريدة. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد، كل عام وأنت بخير. سيد أبو ريدة، انتهت هدنة العيد وعادت الحرب لفرض نفسها في السودان، من المسؤول؟ مرحبا بك أهلا وعيد بك. سعيد عليك وعلى كل المشاهدين. أهلا بك. هذه الحرب العبثية التي يعني ظللنا نردد بأنه هذا النظام منذ 89 عندما انطلق على النظام الشرعي الموجود ظل إلى يومنا هذا يبحث عن الوجود الدائم لكي يحكم السودان إلى أن تقوم الساعة. هذه الحرب هي جزء من مخطط هؤلاء الإسلامويين الذين ظلوا يعني في كل الفترات التي يعني حكم فيها الشعب السوداني يعملون على الفوضى الخلاقة ويعملون على 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 إطالة قامة الحرب، إذا كان في دارفور أو في النيل الأزرق أو في جبال النوبة في كل مدن السودان. فهذا نظام معروف تماما أنه نظام دموي منذ 89 وإلى يومنا هذا. هذه الميليشيات، ميليشيات الدعم السريع التي يعني هي صناعة هذا النظام، هي أصلا تم صناعتها من أجل ردع الشعب السوداني ومن أجل أن تقوم هذه الميليشيات بفوضى الخلاقة وب إخافة وإرادة دماء الشعب السوداني. الآن هذه الهدن تابعنا هنالك رئيس هذه الميليشيات دقلو وتصرح بأنه العيد هو سوف يكون هنالك هدنة من جانب من طرف واحد، وكذلك رأينا البرهان أيضا قد قالها نفس هذه الإطارة. فالاثنين هم أصلا لا يلتزمون بالهدن، كل الهدن التي لماذا سيد أبو ريدة؟ وهنا السؤال، يعني سودانيا لماذا لا يتم الالتزام بالهدن التي يتم الإعلان عنها حتى من طرف واحد أو بعد التوقيع على الهدن في جدة مثلا، وتعود الأمور لتتفجر أكثر مما كانت عليه قبل الإعلان عن تلك الهدن؟ لأنه ذكرنا كثيرا بأنه هنالك أطراف خارجية هي من تتدخل في هذه الحرب على الصعيد الداخلي. نحن نعلم أنه الجيش هو منذ 89 مختطف تماما من هؤلاء الإسلامويين وقد تم أدلجته تماما، حتى كل يعني شرفاء الجيش تم إحالتهم من المعاش، والذين الآن يتواجدون في الرتب العليا هم ينضمون إلى هذه المنظومة. حتى في تقرير في تقريركم يعني حتى أشاروا لأنه ياسر عطا هو جزء من هذه المنظومة، وهو الآن حتى يتحدث عن حرب إعلامية وتحدث بالإعلام، ولكن على أرض الواقع الشعب السوداني كله يشاهد. لكن سيد أبو ريدة، قبل قليل تحدثت وقلت أنه الدعم السريع هو صناعة للنظام القديم كما أشرت، وأيضا تقول الآن بعض القيادات في الجيش هم من النظام القديم، كيف يتقاتلا إذن؟ وما الذي يريدانه اليوم على صعيد ميداني وعسكري في السودان؟ هو أصلاً صراع هذا اسمه صراع المصالح الخاصة الضيقة التي يعني ظلوا هم يعني كفريقين. بالأمس القريب يعني قبل 15 أبريل هم كانوا يعملون في تناغم تام، وهم كانوا يذيقون الشعب السوداني ويلات من العذاب. هنالك جريمة تصل إلى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب عندما قاموا بقتل وسحل المتظاهرين والقيادة العامة في مرعى ومشاهد هذه القوات العسكرية الآن التي هي ظلت تقدم وظلت تحمي هذه الميليشيات. هذه الميليشيات ليست لديها فقط أجندة خاصة لحكم السودان، إنما أجندتهم أبعد من ذلك. ما هي هذه الأجندة؟ هذه الميليشيات كانت أقصى طموحها أن تشكل معارضة للنظام القائم في تشاد، ولكن هؤلاء الإسلامويون هم قد فتحوا لهم السودان على مصراعيه عندما قاموا بتسليح هذه الميليشيات، وكذلك فتح معسكرات الجيش، وكذلك قد قدموا لهم فتحوا لهم الأبواب
على مشروعها للمجتمع الدولي في الحد من الهجرة، وذلك دخولهم في حرب اليمن وكثير من هذه. فهذه الميليشيات الآن هي لديها الأموال ولديها العتاد، والمضحك بأنه ياسر العرب يعلم تماما بأنه هذه الميليشيات هي العمل من أجل إحلال وإبدال المشاة داخل الجيش. فهذه الميليشيات هي المشاة، فكيف يتحدث بأن هنالك الجيش سوف يعمل على إخراجهم عبر المشاة؟ فليس هنالك مشاة ولا يعني يحاول يدير استعطاف الشعب السوداني. الشعب السوداني يعلم تماما أنه هؤلاء المتأسلمين هم قد أوردوا بهذه البلاد مورد الهلاك عندما تمام. سيد أبو ريدة، في ضوء ما تذكر، قوات الدعم السريع سيطرت اليوم على زالينجي عاصمة ولاية وسط دارفور، كيف يمكن قراءة هذه التطورات ميدانيا، وهل يمكن التنبؤ بشكل نهاية هذه الحرب؟ عندما نتحدث عن زالينجي وسط دارفور وعن جنينة ونيالة وغيرها من هذه المدن التي ظلت تعاني يعني الحروب الممنهجة منذ أن تم الانقلاب على النظام الكامل منذ 89، فهذه يعني دارفور ظلت يعني تعاني الويلات، وهذه الحروب هي امتداد لنفس الحروب التي الحروب الممنهجة التي ظل النظام يفتعلها ويقوم بقتل الأبرياء والنساء وغيره في هذه المناطق. زالينجي تحديدا، زالينجي أنت كما تعلم المشاهدين يعلمون إنه هذه مدينة لديها موقع جغرافي حدودية مع تشاد، كذلك أيضا من المدن الجميلة يعني التي بها مقومات للسياحة وغيرها. فإضافة لذلك نرى إنه كان هنالك حصار على هذه المنطقة، والقوات هذه الميليشيات والدعم السريع لديها نقاط في كل امتداد هذه المدينة، فحتى تم قطع الاتصالات وغيرها من الضائق التي ظلوا يعملون عليها الليل ونهار من أجل التحكم في هذه المدينة. فهناك أخبار بأن هم الآن هذه المدينة في غضتهم، كما كثير من المناطق الاستراتيجية الحيوية التي الآن بكل أسف أصبحت في غضت هذه الميليشيات. أشكرك جزيل الشكر هشام أبو ريدة، القيادي بالجبهة الوطنية العريضة، كنت معنا من لندن، شكرا لك.